يلا نلعب، يلا رجعي مكانك. يلا بينا. الله حلوه الطاقه دي، شايفين شايفين السعاده النهارده؟ بنعمل حاجات كتير قوي تبسطنا بصراحه، انا مبسوطه. طيب دلوقتي هنفضل مبسوطين ولا هنتضايق؟ عايزين منافسه قويه، عايزين كلنا نعرف الاجابات. تمام. طيب هنبدا بفريق الولاد. يميني، انا بسالكم سؤال يا اولاد، اجابته بتبقى عباره عن كلمه من ثلاث حروف. الثلاث حروف موجودين في الحروف اللي قدامكم، هتدوروا عليهم وهتمسكوهم بالترتيب عشان نعرف نقراهم بالترتيب، يعني بوله معايا اول حرف. اتفقنا؟ وطبعا لازم نخلي بالنا من الوقت عشان في تايم، في وقت، في كاونت داون، يعني هيبقى ورانا 30 ثانيه بس، لو خلصوا قبل ما نجمع الكلمه ونشوفها هنخسر النقطه. اتفقنا كده؟ يلا اول سؤال. مضاد حزن. سعاده. فرح. ثلاث كلمات. ها؟ فرح. فرح، برافو. يلا يلا معانا التايم بدا. يلا يا ولاد، يلا يلا جمعوا حروف فرح بسرعه. ابحثوا عن الحروف اللي يلاقي حرف حد يديهوله على طول. بولا اول حرف معاك انت اوريدي. يلا يلا يلا، فاضل حرفين. بولا بولا هتدور برضو انت كمان على الر والحاء. برافو. يلا ر. ها اللي تلاقيه زيل صاحبه على طول على طول. خد يا زياد، فاضل حرف يا اولاد. يلا هو. احنا كام؟ يلا ثواني. ر 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 مش عند حد. دلوقتي ازف. طب انتوا فاضل لكم، استنوا فاضل لكم حرف الر. واسف طلع عندك يا محمد. دلوقتي امسكوا يا محمد، خلاص امسك لي الحرف وامسك لي. يلا امسكوا الثلاث حروف يا اولاد. محمد 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 محمد، امسك محمد، سيب ده. الو محمد. لا يا حبيبي الر معاك انت. هو الراجل مش شايف الحروف. انا مش شايف الحرف. بس ممكن اثبت، اثبت لي بقى كده، بس امسك لي حرفك. ده انتوا خلاص خسرتوا للاسف النقطه، لكن لا امسك الحرف. لكن في حاجه تانية هنعملها دلوقتي. انتوا دلوقتي معاكوا حروف ايه؟ فاء وراء وحاء. فاء وراء وحاء، صح؟ خليك ماسكه يا بولا. عايزاكوا من الثلاث حروف اللي في ايديكوا تكونوا لي يعني دلوقتي انا بديكوا حاجه اكسترا كده علشان لو عايزين تاخدوا النقطه وتختاروها. انتوا كده خسرتوها، بس ممكن تحاولوا تجيبوها دلوقتي لو عملتوا لي اللي انا هطلبه منكم. دلوقتي معانا ثلاث حروف، عايزاكم من الثلاث حروف دول تكونوا لي ثلاث كلمات تانيين. يلا شوفوا كده ممكن يكونوا كلمة ايه؟ حفر. طب اعدلها. حفر. كل واحد كل واحد يمسك حرفه مبدئيا، يعني محدش ياخد حرف التاني. وروني كده حفر، صح؟ ادي اول كلمة. برافو. ها برافو. شوفوا لي، عايزة كمان كلمتين من نفس الحروف. كلمتين كمان. فكروا الأول في كلمتين وبعدين ادوا الكروت لبعض. فكروا انتوا ثلاثة، ايه الكلمتين اللي ممكن تعملوهم تاني؟ ها؟ ها يلا يلا عشان الوقت برضو. فرح. فرح. ما احنا لا احنا عملنا، ما هو فرح هو كلمتنا اصلا. زياد فكر معاهم، لو جبنا الحاء الاول مثلا. فرح. امسكوها امسكوها، عايز اشوفها. امسكوها لي انت جديد جديد. امسكوها لي بالمظبوط، امسكوها لي بالمظبوط. اكيد الحاء مع بولا، اول حرف معاك يا بولا دايما دايما. وروني كده، وروني حرف. برافو. فاضل كلمه، لو عرفتوا تجيبوها هتاخدوا النقطه. ودي طب ودي اسم مدينة على حدود مصر وفلسطين ومهمة والمفروض نكون عارفينها وأولها ر. يلا ها اديني قلت اهو بقى. رفح. رفح. رفح يا أولاد. رفح. معقولة؟ رفح. للأسف الولاد خسروا النقطة للأسف. البنات زي ما عملنا مع الولاد بالظبط. السؤال بتاعكم، جمع سحابة. سحب. يلا بسرعة 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 عشان الوقت. بسرعة بسرعة بسرعة. ب كل واحد ياخد الحرف بتاعه. أول حرف مع سيرافيا. أول حرف مع قلبي. أول حرف مع سيرافيا. أول حرف مع تاني. أنتوا كونتوا كلمة بس مش بس. تمام مظبوط الحمد لله. برافو. من التلات أنتوا خدتوا كده نقطة. من التلات حروف دول كونوا لي تلات كلمات. حس يعني إيه؟ حسب. حسب ماشي ماشي. حسب كلمة. برافو. خدتوا نقطة كمان. سحب ممكن؟ ممكن. سحب. ايه ده ايه ده، شطارة دي ما شاء الله. شاطرين. برافو يا نور. طب بس كونوها لي كونوها لي كونوها لي. ده زي ما كنتوا في الأول، هي نفس سحب بالظبط بس بتتنطق بطريقة مختلفة. نور برافو. يلا فكروا. يلا سيرافيا وكندا فكروا لي في كلمة ثالثة كده. بحث. 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 لا 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 بحث. يعني ايه بحث؟ بحث. 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 أو بحث بالثاء. احنا معانا السين. ها ها سبح. برافو
انا ولاد لازم نساعد البنات بتهيألي صح؟ شاطرين. لا بجد شاطرين. حلوين وشاطرين. برافو عليك. جبتوا الثلاث كلمات، البنات خدوا اربع نقط واحنا خسرنا النقط بتاعتنا يا ولاد. ولا انتوا ما كونتوش ولا كونتوا كلمتين بس؟ اه كلمتين. طب اديكوا نقطتين على كلمتين. ماشي. طيب كمان سؤال واحد بس عشان نشوف بقى ايه اللي هيكسب هنا. خلاص هيبقى هو اللي كسب يعني. وطبعا اوريدي البنات كسبوا اصلا بس تمام. طيب الولاد قولوا لي، قولوا لي حيوان بحرف الكاف. ايه الحيوان اللي معاك؟ لام. معاك لام. قول يلا. طيب يبقى جمعوا الحروف بتاعتكم. انا معاك لام. انا عندي لام. معانا وقت، معانا وقت. هي كلمه فاضل بس لو هو على اللام كلكم مع بعض. ايوه هو اللام، هو اللام، هو اللام. امسك دي، امسك دي. خلاص زياد، خلاص خلاص انتوا كونتوا الكلمه يا حبايبي. امسكوها بقى. برافو عليكم، خدتوا نقطه. يلا كمان واحده كمان. برافو عليك. لا تمام، حطوا ده مكانه. البنات جت معاكم بايلك كده. طب انتوا بقى تقولوا لي. صعبه شويه، مش قوي يعني، بس صعب. حيوان بحرف الثاء. ثعبان. لا لا، ثلاث حروف. ثعلب. ثعلب. ثلاث حروف. هو صعب الصراحه. ايه السؤال؟ ايه السؤال يا وسل؟ ذئب. ازاي الذئب؟ ذئب. ذئب. ثور. 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 برافو. بنت خشاشكو. لا هي اللي قالت. انا حاسه ان بنت خشاشكو يا ترابيا. ثور. برافو. اللي هو بنقول عليه ثور ده يا جماعه. ايوه ايوه انا معايله. اه كنت شايفه اهي. ها فاضل حرف. يلا 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 يلا. في تايم. دوري على الرق بسرعه. لا في فين الرق؟ دوري عندك يا كندا، ممكن يبقى عندك. انا عارفه ان الالوان هتنتحر. برافو. ايه خلاص برافو يا زياد. وريني وريني. برافو يا بنات. سلامتك يا زياد. برافو يا بنات. برافو. البنات دلوقتي خمسه. خمسه ماشي. واحده الوانها. طب بقول لكم ايه؟ ثلاثه وخمسه. اقول لكم ايه؟ اوعى البنات كسبوا. برافو يا بنات. برافو يا ولاد. انا عايزاكم كلكم تقعدوا، في قدامكم ورق والوان. لو ارسموا اللي انتوا عايزينه.